الان بدينا نحكي عنه. كان عندي البلانت، كانت هاي البلانت بالاس دومين، وراح احط هون سب بي. هلا بدنا نتذكر انه احنا البلانت لما نيجي من اي شيء برا من انبوت عمالنا بنعمل هون في سامبلينج، وهاي راح نفترض انها اكس اوف اس او يو اوف اس، خلينا اسميها اكس اوف اس هون يو اوف اس. عندي انا داخل عندي انبوت من برا يو اوف اس. هلا بدنا نتذكر انه في عندي هون سامبلينج بروسيس، فهاي النقطة ما راح اسميها يو اوف اس، راح اسميها يو ستار اوف اس. هلا اذا جينا اطلعنا كانت يو اوف اس مثلا هون بهذا الشكل، لما باجي براقب النقطة هاي ايش راح اشوف؟ راح اشوف مجموعة امبلسز، مضبوط؟ وهذه يو اوف اس ستار، وهذه يو اوف اس. اذا دخلت هذا، اذا دخلت هذه السيجنال اللي تكونت عندي، اذا دخلتها على بي اوف اس، فانا عمالي بدخل سيريز اوف امبلسز على البلانت. تكون فاهم؟ اذا ما عملت اي شيء بين هذول الاثنين، يعني انا جايب سيجنال من هون عمالي بعملها سامبلينج، وعم بعمل سامبلينج على السيجنال اللي اجت من هون مثلا ستيب فانكشن او راب فانكشن او ايش ما كانت تكون، واخذت هاي ودخلتها على البلانت، انا عمالي بدخل سيريز اوف امبلسز على البلانت. المفروض اللي اعمله سامبل اند هولد. متذكرين قلنا سامبل اند هولد؟ السامبل احنا عملنا سامبلينج بس ما عملنا هولد. ايش المفروض اعمل؟ مفروض الان احط ما بين السامبلر هذا وهون، لانه في عندي ديجيتال سيستم عمالي باخذ السامبلز منه على اوقات معينه، مفروض اعمل لها هولد. فالمفروض السيجنال فعليا ما ادخل هاي اليو ستار، مفروض اني ادخل سيجنال زي هيك تكون. هاي اللي هي صارت كانها، فهون لازم نحط بين هذول الاثنين لازم نحط بلوك اسمه زيرو اوردر هولد. شو يعني اول شيء زيرو اوردر؟ ايش احنا لما بنقول فانكشن زيرو اوردر؟ لو انا اجيت اعطيتكم هون ترانسفير فانكشن وقلت لكم اف اوف اس هي فيرست اوردر سيستم، وفيرست اوردر سيستم كانت مثلا 1 على 1 زائد اس او 1 على اس بلس 1، مش هاي سميناها فيرست اوردر سيستم؟ واذا دخلت لها ستيب فانكشن شو بتعطيني؟ دخلت لها ستيب فانكشن بتعطيني شكل زي هيك، مزبوط؟ او اذا كانت سكند اوردر، الزيرو اوردر شو يعني؟ بس جين بيكون بينهم، زي جين بالضبط بينهم، ما بتعمل اي شيء. فاذا حطيت انا سيستم هون كان زيرو اوردر، معناها اذا دخلت له ستيب فانكشن راح يعطيني ستيب فانكشن، مزبوط؟ اوكي الكل متفق معنا هذا زيرو اوردر. زيرو اوردر يعني فيش في سيستم داينامكس، اللي بدخله يا بطلعه يمكن يعمل عليه جين بس. فزيرو اوردر هولد معناها هو ما بيشوه السيجنال، بس كل اللي بيعمله هو انه بيعمل هولدنج، يعني اخر فاليو وصلناه هون خلال اخر سامبل بحافظ عليه، بعدين بيجي سامبل بعده بحافظ عليه. فالزيرو اوردر هولد اذا بدنا نرسمه هون بهذا الشكل، وظيفه الزيرو اوردر هولد انه يعمل التالي، انه ادخل له مجموعه امبلسز ياخذ هدول الامبلسز من هون ويعمل عليهم هولدنج بهذا الشكل. فالزيرو اوردر هولد كل اللي عمله اخذ السيجنال اللي كانت سامبلد وحولها لسامبل اند هولد، فكانه حول سامبل سيجنال لسامبل اند هولد، هذا بنسميه زيرو اوردر هولد. وانت بتشوفه مثلا في بيك مايكرو كنترولر، لو انت مطلع اوتبوت من بيك مايكرو كنترولر وطلعت فاليو عند نقطة معينة وحطيته في ريجستر، مباشرة بعد ما تروح وتعمل أشياء تانية بنزل هذا الفاليو لزيرو، ولا بضل محافظ على قيمته الأخيرة؟ بضل محافظ على القيمة. فلو أنا عندي هون مثلا عملت هون ديجيتال كنترولر بيك مايكرو كنترولر، وهون كان في عندي هون في أوتبوت معين وأعطيته فاليو مثلا من 255 حطيت فيه مثلا 120 21 ديجيتال، وبعدين بعد كمان سامبل ارتفعت ل 127 بعدين نزلت ل 18 مثلا ديجيتال، فهدول كلهم الفاريبلز من هون بحط انا فاليو في الريجستر، بضل موجود في الريجستر لحد ما اجي بعد فتره زمنيه معينه مقدارها السامبل تي راح تنزل من 121 ل 127، فراح الاقي هاي القيمه نزلت هيك بعدين نزلت هيك بعدين
طلعت هيك. فاحنا في الحياه الحقيقيه ما بطلع سيت اوف امبلسز. انت مظبوط الانستراكشن تبعك عمال بروح على الريجستر وبحط فيه فاليو، بس هو بيفترض انه هذا الفاليو المفروض يحافظ على اخر قيمه، مظبوط؟ فاحنا ما بصير نتعامل بهدول، لانه هذا رح يعطيني ريسبونس خطا للسيستم لما بدخله على السيستم. انا ما عم بدخل سيريز اوف امبلسز. تذكرين التشابه بالامبلس اللي حكيتكم اياه، اللي هو زي الازميل عمال يضرب ازميل بشاكوش. انا مش هذا الحقيقه، هاي السيجنال الحقيقيه اللي داخله هي هاي. فلازم اضيف زيرو اوردر هولد. فلازم الان نتعامل مع زيرو اوردر هولد سيستم. وين ما عندي انالوج بلوك بدي احط قبله زيرو اوردر هولد، لانه احنا كل اللي عم نعمل سامبل اند هولد، ما بنعمل بس سامبلينج، عم نعمل سامبل اند هولد. بتذكرين السيركت شو كان شكلها؟ السامبل اند هولد سيركت ايش كان فيها؟ كاباسيتر وسويتش وامبليفاير او اوكي نعم.